الله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا. وتدبر القرآن كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان لو تدبر آية واحدة وعرف معانيها أفضل من ختمة كاملة للقرآن الكريم بدون تدبر. فكون يتدبر القرآن يفهم القرآن هذا هو الأفضل. لكن لا مانع أن يقرأ قراءة سريعة مرتلة يخرج المخارج من أماكنها، الحروف من أماكنها. أما كون بعض الناس يأكل بعض الحروف، يأكل بعض المدود، يأكل بعض يعني يسقطها، ها؟ فلا بد أن يخرج كل مخرج كل حرف من مخرجه ويعطيه حقه ومستحقه حتى يحصل على الثواب العظيم مع التدبر ومع سؤال الله تعالى من فضله. المقصود هو التدبر كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. جميل.